وفي إحياء ذكرى عاشوراء إحياء للأمة وأجيالها. وشد لها للغاية وضعها على الطريق. والإحياء من أجل تقديم إسلام الحسين عليه السلام للأمة، عليه السلام للأمة، وهو الإسلام الذي لا ينبغي لمسلم أن يشك فيه. والإحياء من أجل ألا يمرر على الأمة المسلمة ألف تزوير وتزوير للإسلام من جديد. وعاشوراء من أجل أن يرفع من مستوى فكرنا ووعينا، فنقرب شيئا ما من الفكر العملاق للإمام الحسين عليه السلام. وحتى من تخالف من المسلمين سيرته سيرة الإمام الحسين عليه السلام، شيعيا كان أو سنيا أو غير ذلك، وحتى من تخالف من المسلمين سيرته سيرة الإمام الحسين عليه السلام وفي أخلاقه مناقضة لأخلاقه، ويضعف أمام نفسه بما يجعله بعيدا عنه عليه السلام فيما يأخذ وما يدع، ليشرفه أن ينسبه آخر للإمام العظيم، وإن كان عليه أن يخجل أيما خجل لمفارقته له عليه السلام. البحرين والثورات العربية. الثورة في تونس ثورة شعب على دكتاتورية حكم، وقد أسقطت نظام زين العابدين الذي كان يفرض سيطرته على تونس بقوة السلاح والمخابرات. والبحرين ممن باركت للثورة، من باركت الثورة أو للثورة بعد نجاحها. وعندما أطاحت الثورة بنظام الحكم الطاغوتي الذي كان يرأسه محمد حسني مبارك، جارت البحرين الوضع الجديد تمشيا مع الواقع واحتراما أيا كان منطلقه لإرادة الشعب. وبعد التغيير الأخير أعلنت أكثر بلدان الخليج تأييدها ومناصرتها بما في ذلك البحرين لما تم من تغيير، على أنه تغيير قد شاركت فيه إرادة شعبية بالقدر المعلوم، وأن التغيير إنما يرفع شعار الديمقراطية والاحتكام، أو التغيير إنما يرفع شعار الديمقراطية والاحتكام إلى إرادة الشعب، وأن الخلفية له رفض الدكتاتورية والتفرد بالحكم من الفرد أو الحزب الواحد. تغيير أخير، هذا شعاره. والحكومات الخليج كلها تقف معه، وفي سوريا تقف البحرين بصراحة مع القوة المناهضة لحكم بشار الأسد على أساس أنها تطالب بالانعتاق والحرية والتخلص من حكم استبدادي يقوم على التمييز وقهر الشعب. وفي اليمن تدخلت البحرين فيمن تدخل لإحداث درجة من التغيير كان من نتائجها إزاحة علي صالح من موقع الحكم، والاقتراب من صيغة الحكم إلى النظام المعتمد بصورة أخرى على إرادة الشعب، فيما خطط أن ينتهي له التغيير من الرجوع إلى انتخاب رئيس الجمهورية. هذا هو موقف السلطة في البحرين من ثورات الساحة العربية على عدد
من أنظمة الحكم الدكتاتورية المتسلطة فيها، طلباً للديمقراطية واحترام إرادة الشعوب. الواضح جداً أن قضية الاستمرار في التحقيقات للمعارضين السلميين والاستدعاءات والمحاكمات والملاحقات والسحب للجنسية من عدد من المواطنين والعقوبات الجماعية والانتهاكات العامة وهدم المساجد والأحكام القاسية والقتل تحت التعذيب إلى آخر القائمة الطويلة من التنكيل بالحركة السلمية وقادتها وجمهورها ومناصريها إنما تستهدف المنع باستعمال أساليب القوة من إبداء الرأي المعارض والنطق بكلمة الحق ونقد السلطة والمطالبة بالحقوق، وتستهدف تركيع الشعب بصورة كاملة ودائمة، وألا يرتفع صوت للحرية والديمقراطية في البحرين. هيهات من الدلة، هيهات من الدلة، هيهات من الدلة، هيهات من الدلة، هيهات من الدلة. وهذا الأسلوب القمعي الذي تنتهجه السلطة وتصر على الاستمرار في التمسك به في قبال المعارضة السلمية لا يلتقي مع دين ولا دستور ولا خلق إنساني أو عرف حضاري، ولا يلتقي مع موقفها في شيء من الثورات العربية الأخرى، وهو ضد المصلحة الوطنية بكل وضوح. هذا الأسلوب ساقط كل السقوط في نفسه بلحاظ طبيعته الانتقامية القاسية، وبلحاظ الطابع السلمي للحراك الإصلاحي وحقانية المطالب الإصلاحية التي يحتضنها، وقد أثبت فشله منذ بداية الحراك حتى الآن برغم الخسائر والفوادح الكثيرة الكبرى التي ألحقها بالشعب، الذي ألحق هذا الأسلوب وهذا السلوك بالشعب. فينبغي ألا يبقى أمل للسلطة في إسكات صوت الحرية والتراجع عن المطالب الحقة وإدخال الشعور بالانهزام عند الشعب. أنت ترى أنه ما من رمز من رموز المعارضة ممن عانى عذاب السجون طويلة أو خضع للتحقيقات المطولة والمتكررة أو جرجر للمحاكمات أو وقع في ظرف من ظروف الموت تحت التعذيب أو هدد وتوعد قد نال ذلك من إيمانه بقضيته وسلامة موقفه وحق الشعب في الحرية والتمتع بحقوق المواطنة شيئا. وما تردد في ثباته ما من واحد تردد من أولئك تردد في ثباته على طريق المطالبة والإصلاح ورفع صوته بكلمة الحق. وهذا الصمود والصلابة وما عليه كذلك شباب السجون داخل السجن وخارجه، وشباب الساحات والمسيرات والمظاهرات والاعتصامات. لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، إن استمرار الرموز والشارع على الدرجة العالية من الثبات والصمود برغم كل الإجراءات القمعية المشددة والتي لا تتوقف وتزداد تصاعداً يعني تماماً أن لم يبق تفسير لإصرار السلطة على السياسة الانتقامية المعتمدة على التنكيل المفتوح بالمعارضة. أي تفسير مقبول يتصل بإنهاء الحراك بالقهر وزرع روح اليأس والانهزام في نفوس أبناء الشعب إلا ما يمثله من تنفيس خاطئ عما في الصدر مما لا يليق كما يذهب لذلك محللون.
إن مصلحة الجميع في إصلاح شامل كامل أوله الإصلاح السياسي القائم على أساس دستوري صحيح واضح ثابت وينال التنفيذ بحق وجد واستمرار وصدق، وهذه الأولية أولية رتبية، بمعنى أنه لا صدق لأي إصلاح بغير الإصلاح السياسي، وليست أولية زمانية بمعنى أن يفرغ أولا من الإصلاح السياسي لينتظر من بعد زمن مجيء الإصلاح في الجهات الأخرى، وكل أبعاد الإصلاح ضرورية وعاجل، فإن كل أبعاد الإصلاح ضرورية فإن كل أبعاد الإصلاح ضرورية وعاجلة، ولا يصح أن تؤجل أو يؤجل منها شيء. وما ذكر عن تطلع البحرين لأن يسفر مؤتمر جنيف الثاني الخاص بسوريا عن نتائج منشودة تحقق للشعب السوري الشقيق تطلعاته وآماله في إرساء الديمقراطية والتعددية السياسية ويجنبه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها، هو ما نؤيده كل التأييد، وهو عين ما يتطلع إليه شعب البحرين من السلطة الحاكمة لها. وإذا كان هذا من الخير الذي تحبه السلطة في البحرين للشعب السوري الشقيق، فلا بد أن تحبه لشعبها وتبادر به، وإذا كانت لا تستطيع أن تحقق هذا الخير للشعب الشقيق السوري الشقيق فهي قادرة على تحقيقه لشعبها اليوم قبل الغد القريب. لما هذه المعاداة؟ لما هذه الحرب؟ لما هذا الاستفزاز؟ لما هذا الاستفزاز كل عام؟ لما الشحن لهذا الموسم بالتوتر منذ البداية؟ كل هذا حتى لا تهدأ الأجواء ولو بعض الشيء، ولا يكون إصلاح على الإطلاق، ونتمنى ألا يكون الأمر معاداة للحسين عليه السلام ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله بالذات. ولكن كيف يفهم الناس غير ذلك؟ وغير سد الأبواب عن الإصلاح، ولنا بيان واضح فيما يخص قضية عاشوراء وإحيائها على يد المؤمنين. عاشوراء وإحياء عاشوراء لا لإثارة الحروب الطائفية ولا التوترات المذهبية ولا للسب والشتم المذهبي ولا للتكفير ولا للفرقة بين المسلمين، ونرى أن عاشوراء ليست للشيعة وحدهم وإنما هي لكل المسلمين.